ينضم معنا مراسلنا عبد الله الفيفي من جازان. عبد الله مرحبا فيك. عبد الله، مناظر جميلة شاهدناها بالتقرير، هل هناك اهتمام بالأماكن السياحية بالوادي؟ وهل هناك سهولة بالوصول للوادي بالنسبة للسياح؟ هلا، مساء الخير فيصل. نعم، وضعت يدك على الجرح. نتواجد هذا المساء هنا في محافظة هروب، تحديدا في منتزه وادي وساع على ضفاف هذه البحيرة، بحيرة السد، أحد أجمل وأشهر المعالم السياحية هنا في منطقة جازان. حقيقة واجهنا صعوبة في الوصول للمكان من ناحية الطريق، أيضا المكان يحتاج إلى تهيئة مطلات وأماكن مناسبة للزوار والسياح والمتنزهين في هذا المكان. لكن لنأخذ فكرة أكثر وأوسع عن هذا المكان، معنا الأستاذ ياسر جعفري، أحد أبناء هذه المنطقة. نرحب بك معنا أستاذ ياسر على شاشة قناة الإخبارية، وودنا تعرفنا وتحدثنا بهذا المكان الجميل والرائع والبكر هنا. هذا سد وادي وساع، بحيرة جميلة ومن أجمل الأماكن السياحية في محافظة هروب وفي منطقة جازان. منظر خلاب، الخضرة والماء دائما طوال العام، منظر جميل جدا يستوي الزوار من كل مكان. منظر جميل، مكان بكر فيه يعني يجتمع العائلات والأفراد لقضاء أوقات مناسبة وأوقات جيدة يستمتعون فيها في الهواء الطلق والأجواء الرائعة في محافظة هروب التي يقصدها الزوار السياح لما فيها من خلابة، من جبال وأودية وأشجار وظلال. فنلاحظ يعني أن الزوار يأتون من كل مكان لكي يحظوا بأوقات للاستجمام في هذه الأماكن الجميلة في البحيرة الجميلة. كل ما يعني يشبع النظر من مناظر جميلة تجدها في هذا المكان الجميل الذي يستهوي كثير من الناس، فيأتون إلى هذه الأماكن ويستمتعون بأوقات جميلة يعني مع أطفالهم، مع ذويهم. فهذا المكان مكان جميل ورائع جدا. ندعو يعني السياح ومن يرغب في زيارة هذا المكان زيارة محافظة هروب، وهذا معلم سياحي ومنطقة سياحية من أجمل المناظر المتوفرة في محافظة هروب. ونشكر حكومتنا الرشيدة أن شيدت هذا السد الجميل، أصبح الآن مقصد للزوار من داخل المنطقة ومن خارج المنطقة. فأهلا وسهلا بالجميع، وأهل هروب يرحبون بالجميع في هذا المكان الجميل، المكان الرائع، نسمات الهواء الباردة، المكان الجميل. أستاذ ياسر يعطيك العافية، كفيت ووفيت، ولكن أيضا نحن وسط هذه المجموعة من الزوار والمتنزهين لهذا المكان، ودنا أن نأخذ أحد المتنزهين هنا وأحد المجموعة اللي هنا، الدكتور عبد الرحمن هيجان. ودي تحدثني عن جمال هذا المكان. علي علي نعم، مساكم الله بالخير. حقيقة نحن فعلا يعني في هذه اللحظات الماتعات سلمكم الله نحظى كما يقال بالماء والخضرة وهذه المجموعة المباركة سلمكم الله. حقيقة هذا مشهد خلاب يعسر الألباب سلمكم الله. هذه البحيرة الرائعة الفاترة فعلا سلمكم الله، والتي تحيط وتحف بها الأشجار إحاطة السوار بالمعسم سلمكم الله، فالمناخ جدا جاذب، وكذلك سلمكم الله الخضرة والمياه. بقي سلمكم الله الركن الأساسي الثالث وهو البنية التحتية للسياحة. أحسنت يا دكتور، شكرا لك. الوقت أزف، زملاء نعود للزملاء في الاستوديو. شكرا لك يا دكتور. إذن هذه هنا بحيرة السد ومنتزه وادي وساع، أحد أشهر المعالم السياحية هنا في محافظة هروب. فيصل، شكرا لك عبد الله على هذا الحديث. ولدينا العديد من مناطق حقيقة في المملكة تعرفنا عليها عن طريق قناتنا الإخبارية اللي قاعدة تنقل لنا من جميع مناطق المملكة أي شيء مميز وبشكل مباشر.